هم فئة من العمال يشتغلون في جميع الظروف ومشقة العمل لكسب أجرتهم اليومية. إنهم عمال الورشات كل حسب مهمته. منهم فئة من المتقاعدين أجبرتهم ظروف القدرة الشرائية على الاستمرار في العمل للتخفيف من الأعباء المعيشية. نخدموا شانطي غبار أذفل أقروس الخدمة لابد تنطور شوية إيه لابد الخدمة لابد لا فورس ماشي كراكرا إلو خندو ماندي ما هم عندهم شوية الحقوق أم شركة نيطن يخدم 20 سنة 50 سنة مود ملانطريت هاو الحقاني لا بغاد العيد ولا شيت حقوق العمالية نخدموا شانطي زي ما قلت 66 سنة مازال يخدم يتكلت في لانطريت لانطريت ولاش ماطي ونتكفاو له عفوا تقلا كان خدمة مازال يخدم للآن خدمة الله قري زيك سريسك زيك ساقق لي زيك سميت زيك نخدم كبار نخدم كدفان نخدم كالحمان وهي رايحة سيد الترابو فورسي طول زميرتي خمس لاقة سكيفيت سورتو البريفاس. عبد المجيد شاب يشتغل بالورشة كلحام متخصص يقول أن حرفته أقل مشقة من عمال أشغال البناء حيث يحتاج ذلك إلى الممارسة بجهد كبير. كنت بغيت خدمتك كنت بغيت ساعه لي مويا اخدم شونتي لعتاب الليله فور المومون كني صافا نسعى لي مويا نمشي على السودي تمشي على سالي تمشي على لا سيكوريتي ايتو لا نخدم انت نعتصر نكسر بالك تريبل فلانو اما ثاني التلاج لي شويه الموفيتون صحت لي شونتي بارتو صافي تخدم من برا يخدم مسكينه كنسس الكومباينوس يبزيك هرنيس لعتاب تنقصنا موان شويه كلا روتريت كنخدم ويتنعتاب ولي هذه نعتصر 30 سنه هذه نعتصر 20 سنه. ما شقة الأعمال بالورشات رغم اختلافها من جناح لآخر تبقى تكبد المستخدمين متاعب صحية في نهاية المطاف. أخدم شونتي مهتو في ذانية إسقام هذه حركة ماشي ساعة طبنا لي كونديسيو بينسيرو عران قبيطونا قوكالنا البريكنا مشكل الخدمة يسقن الأعمال الشقة لا غالب ثلاث فضلار وثلاث سنين مليانات فاندو ميل شوية دخمن دي سادرنا ذي عوني ما نسخلي ذي يعني نسعى ذي اللي كام مازال خدمن. من أبسط عامل بورشة البناء إلى المهنيين والحرفيين يجمعهم تصنيف شغلهم ضمن الأعمال الشاقة بحكم أنهم يتواجدون في الميدان في جميع الظروف والأحوال.